تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة مميزة في هذا اليوم المميز، في يوم نحتفل به بيوم العلم في الإمارات، في هذه الدولة الغالية على قلوبنا. إذن حلقتنا اليوم مستمعينا من صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة. هذه الحلقة بتكون حلقة مميزة منخصصها اليوم إن شاء الله لهذه المناسبة الغالية. أيضا مستمعينا، بس قبل لا ندخل في تفاصيل هذه الحلقة خلوني بس بذكركم ببعض العناوين السريعة أو بعض الإعلانات السريعة التي يجب عليكم الانتباه إليها. طبعا في كل حلقة وعدناكم أن نتذكر بهذا الموضوع، آخر موعد للمهلة اللي مددوها للتأمين الصحي بالنسبة للعمالة اللي تشتغل في المنازل، آخر يوم هو 31/12/2016، بعد ذلك سوف تبدأ الغرامات على كل شخص لم يقم بتأمين العمالة المتواجدة عنده في البيت. وطبعا نحن ذكرنا فوائد التأمين وليش هذا التأمين ولماذا يجب علينا أن نؤمن. عموما هذا من ناحية. من ناحية ثانية، صحة دبي تنظم مسيرة للتوعية بمرض السكري يوم 18/11/2016، وبتكون لنا تغطية إن شاء الله كبيرة لهذا الحدث. هذا الحدث يعد من الأحداث الكبيرة، وإن شاء الله الصحة تقدر تحقق فيه رقم قياسي، كذلك نستطيع من خلاله الدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. أيضا تنظم صحة دبي هيئة الصحة المؤتمر الإماراتي الدولي 11 للتخدير وعلاج الألم يومي 10 و12 من شهر نوفمبر 2016، وكذلك في شهر نوفمبر ما شاء الله عندنا وايد أحداث، ماراثون الإمارات للأطفال ينطلق يوم 18/11/2016، وبنعطيكم معلومات كافية ووافية عن هذا الماراثون وعن كافة الأحداث، وأيضا بنستضيف من خلال الحلقات القادمة من ممكن أن يكلمنا عن هذا الموضوع. إذا نعود إلى يوم العلم ونعود إلى مشاركة هيئة الصحة في هذا اليوم، ولكن قبل خلونا يعني نتكلم عن علم دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا العلم الذي اعتمد حين رفعه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، رفعه بين يديه في 2 ديسمبر 1971، وذلك بمناسبة إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، معلنا إياه علما للدولة. العلم يتضمن الألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، وقد تم اختيار العلم من بين 1030 تصميم في مسابقة أجريت بإشراف الديوان الأميري ودائرة الإعلام في حكومة أبوظبي، وفاز التصميم الذي أعده عبد الله محمد المعينة. طبعا قصة العلم هذه قصة جميلة جدا، اعتمد بتاريخ 2 ديسمبر مثل ما قلنا عام 71، ويتضمن الألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود. عبد الله المعينة
تقدم برسمه للعلم ضمن 6 عروض فائزة في مسابقة لتصميم العلم، شارك فيها المئات من الفنانين والرسامين، وبلغ عدد التصاميم 1030 تصميم بحافز جائزة نقدية قيمتها 4000 درهم للتصميم الفائز. الألوان الأحمر على طرف العلم القريب من السارية، والأخضر والأسود والأبيض والتي تتوزع يعني على مساحة العلم. أقسام الأربع المستطيلة الشكل استند فيها المصمم إلى ألوان الوحدة العربية التي تتمثل في بيت الشعر الشهير حق الشاعر صفي الدين، يقول يعني تصف الصناعة التي هي أعمال البر والمعروف والخير والوقائع والمعارك الدامية والمعارك الدامية في اللون الأحمر، والمرابع واللي هي الأراضي الواسعة الخضراء، يعني هذا باختصار إذا ما تكلمنا عن علم الدولة. لكن لماذا الثالث من نوفمبر من كل سنة؟ يوم العلم هي مناسبة، يعني إذا ما نرجع لعام 2013 أعلن عنها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في عام 2013 أن الثالث من نوفمبر من كل سنة هي مناسبة وطنية تحتفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم. تجسد هذه المناسبة مستمعين المشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ لصورة الإمارات، أيضا بالإضافة لتقديم نموذج على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن. وفي هذه المناسبة تحتفل الإمارات بيوم العلم الذي يعد يعني مثل ما قلنا مناسبة وطنية، أطلقها سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتجسيد هذه المعاني اللي تدل على الوحدة. طبعا نحن في هيئة الصحة بدبي مثلنا شأننا شأن جميع الدوائر والمؤسسات اللي الحكومية والشبه الحكومية والخاصة، المدارس، يعني حتى في البيوت نشوف هنالك احتفالات برفع علم الإمارات عاليا خفاقا. بيكون الاحتفال في الساعة 11 مثل ما أمر صاحب السمو الشيخ محمد، وطلب أنه يعني يتم رفع العلم في هذه المناسبة إعلانا واحتفالا بهذه المناسبة. الهيئة شاركت بيوم العلم في كافة مستشفياتها ومراكزها الصحية، وحتى في الإدارة العامة سوف يتم رفع العلم، وأيضا يعني قاموا مشكورين بعد كذلك بتوزيع آلاف الأعلام بمختلف الأحجام الكبيرة والصغيرة، وغطوا فيها المباني الخاصة بالهيئة. فيعني شكل المباني اليوم شكل جميل، ونحن احتفالاتنا بهذه المناسبة وبهذا الشهر يعني بشكل كبير، يعني في عنا على مدى شهر نوفمبر احتفالات وطنية، بتكون عندنا العديد من الفعاليات، مو بس اليوم، مو بس احتفالا بيوم العلم، لا، عندنا على مدار الشهر ان شاء الله. وطبعا هذه بتوجيهات معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وجه ان الاحتفال يكون يعني على مدار هذا الشهر، وان العلم صح انما يرفع اليوم في المبنى الرئيسي بحضور عدد غفير من الموظفين، لكن احتفالاتنا بهذا الشهر مستمرة، عندنا مناسبات وطنية كثيرة راح نحتفل فيها. فماذا يعني لك يوم العلم؟ ماذا تود أن تقول بهذه المناسبة؟ اليوم نحن فاتحين المجال لكم مستمعينا، نبغي نسمع آراءكم. أيضا البارحة بعد عممنا على موظفي الهيئة اللي حاب يشاركنا كذلك في هذه المناسبة، نحن الأبواب موجودة ومفتوحة قدامكم. اليوم لا عندنا خدمات في الصحة ولا عندنا توعية صحية ولا شيء، اليوم عندنا مناسبة غالية جدا نبغي نسمع فيها
يعني شو المشاعر اللي موجودة عندكم تحبون توصلونها؟ فخلونا نسمعكم بعد الفاصل، واللي حاب يتواصل معانا على 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. أيضا منحاول كذلك بعد نشوف الزميل فيصل بن فارس يتواجد في ساحات الاحتفال، بنحاول بعد ناخذ منه تغطية. فعموما فاصل وما رجعت. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن هي حلقة استثنائية لهذه اللحظات التاريخية التي سنشهدها إن شاء الله بعد قليل. اليوم يلتف شعب الإمارات وقيادته حول علم الدولة، ووقوفا له في وقت واحد يهتفون بنداء واحد لتظل رايته خفاقة أبية، وذلك تلبية لمبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفع العلم في جميع المؤسسات والوزارات والمدارس احتفالا بيوم العلم الذي يصادف 3 نوفمبر ذكرى تولي سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. يعني ذكرى جميلة وطيبة. في هذا اليوم هنالك الكثير من الاحتفاليات التي سوف تقام في مختلف منشآت الهيئة. نحن قلنا ما نفتح الحلقة لكم مستمعينا، أيضا كنا تكلمنا حتى مع موظفي الهيئة اللي حاب يتواصل معنا كذلك، وبقرأ المسجات إن شاء الله، لكن في عندنا مداخلات. طيب مين معانا؟ مرحبا يا علي، تفضلي. ألو، معنا على الخط ولا دكتورة علي؟ ما أسمعها أنا. عموما مستمعينا، يعني اللي حاب يتواصل معنا مثل ما قلنا لكم على الأرقام 600551414. طبعا هو سالم، تفضل يا سالم. ألو، السلام عليكم. يا هلا يا هلا، كيف الحال؟ بخير، علك الخير. سالم باللاحج، هلا. كيف حالك؟ طيب بخير الله يسلمك. يا سيدي، شو يعني لك يوم العلم؟ هو طبعا يمكن احنا اول مهنيين، انت اول واحد اليوم، شو سعاده ما شاء الله عليك. الحمد لله. هو طبعا احنا يعني في المناسبة هذه نحب نقول شكرا، شكرا لحكامنا، شكرا يعني قادتنا اللي هم طبعا من بداية الاتحاد لنا الحين يعني، فحبينا نشكرهم ان احنا عايشين في هالارض يعني بأمن وأمان وتحت العلم دولة الإمارات العربية المتحدة. طيب سالم، شو عندكم احتفالات مسوينة بالنسبة ليوم العلم في الهيئة؟ في الهيئة ظني الساعة 11 بيكون في رفع العلم في الإدارة العامة ظني، وان شاء الله نكون مشاركين وياهم اليوم إن شاء الله يا رب. شاكرين لك هذه المداخلة سالم اللاحج. سالم رئيس مكتب الخدمات الإنسانية والمجتمعية في الهيئة. إذا مستمعينا، في رسائل عندي، واحدة تقول طبعا بعيد عن العلم، عندي خدامة من شهرين وسألت الطباعين وقالوا هب لازم، وين أتواصل حق التأمين؟ طبعا نحن قلنا شركات التأمين وين موجودة وشو تسوي، وأيضا الدائرة الاقتصادية كذلك حطت يا جماعة الخير بعد من عندها شو اسمه، حطت من عندها مبادرة جميلة لتوفير شركات التأمين في مبانيها. أيضا الحين الشركات عطونا تأمين، بس شركة التأمين ما تعطي موافقات وتأمين، لازم أول تروح الطبيب عام وبعدين موافقة تأمين، تروح متخصص وأي شيء موافقة لين تمل وتروح بدون علاج. طيب خلونا اليوم نحتفل بالعلم، نشوف علية برد على المسج هذا. تفضل يا علية.
هذه ثاني مرة الحين الدكتورة ما تسمعني. طيب زين. شركات التأمين عطونا تأمين بس شركة التأمين ما تعطي موافقات وتأمين، لازم أول تروح الطبيب. طبيعة الحال يا جماعة الخير، التأمين حتى في التأمين الحكومي هنالك بعض الأشياء اللي لازم الواحد يستكملها، الطبيب والفحوصات هذه لازم تكون موجودة على أساس أنه يقدر يأمن. على شو بيأمنك؟ يعني مثل السيارة، السيارة مو بلازم ما يبالها فحص قبل التأمين، بيشوفون يعني واحد معقولة بيأمن سيارة مدعومة؟ ما بيقدر. والموضوع بسيط جدا يا جماعة الخير، يعني لا تشوفونه معقد، موضوع جدا بسيط لعملية التأمين. مين معانا؟ نور تفضلي. ألو شو يا عيسى، مكالماتك اليوم ما أشوفها صحيحة. انزين، أيضا مستمعين اللي حاب يتواصل معانا في هذه المناسبة الغالية. ألو. طيب الظاهر اليوم يمكن ضغط المكالمات عيسى. عموما أنا أبغي حد يجيني في الاستوديو بس بكتب له شغلة. زين، طبعا أنا لين الحين متواصلين معاكم ونبغي مع نكون يعني نحتفل بهذه المناسبة قدر الإمكان. زين، بمسجاتكم بمداخلاتكم، فاللي حاب يتواصل معانا على الأرقام 600551414 600551414 وعن طريق الرسالة النصية على الرقم 400 ذكرني برقم الرسالة النصية. زين، ليش معصب 4006؟ يا أخي سولف وياك شوية. في عندنا مداخلات. علية تفضلي. يا علية، وإن شاء الله الخط يضبط معاك هالمرة. السلام عليكم. وين تسيرين يا علية؟ ألو. يا هلا ومرحبا. السلام عليكم. يا هلا تفضلي يا علية. كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يخليك. اليوم نحن نبغي نعرف شو يعني لك يوم العلم، شو تبغين تقولين بهذه المناسبة، شو إحساسك بهذه المناسبة؟ والله أول شيء أنا بارك لشيوخنا الكرام والكل من يعيش على أرض هاي الدولة بهذا اليوم. مجرد أن احنا عندنا يوم العلم، يوم نرفع فيه ونقول لكل العالم إيش كثر احنا مخلصين ونحب البلد والحمد لله كم من نعم الله سبحانه وتعالى في هذا البلد علينا. يوم رفع العلم هو مو بس اليوم اللي نرفع فيه العلم كقطعة قماش أو أوراق ترفع، لا، هو هذا اليوم احنا نرفع فيه العلم في قلب كل شخص يعيش هني، نرفع فيه العلم في قلب كل طبيب يخلص في وظيفته، في قلب كل مهندس يخلص في وظيفته، في قلب كل طالب يؤدي دراسة بطريقة صحيحة. احنا ما نرفع بس العلم على بيوتنا أو على الهيئات والمؤسسات الحكومية، رفعه نأكد فيه لدولتنا وللشيوخ وللحكومة اللي ما قصرت فينا وعطتنا كل الثقة عشان نقدم كل اللي نقدر عليه، وعشان إذا سافرنا أي مكان نقدر نقول إحنا من الإمارات وإحنا رافعين راسنا مثل ما يرفع علمنا. رفعنا العلم بالفعل هو رفعنا لا في قلوبنا وبأرواحنا، نرفع بإخلاصنا في العمل، بإخلاصنا إن إحنا نقدم كل ما نقدر عليه للبلد عشان يكون هذا البلد في أمن واطمئنان. وأتمنى أن الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الأمن والأمان وأن يرحم جنودنا ويرحم شهدائنا اللي بالفعل خلوا علمنا يرتفع أكثر وأكثر، يعني الله يرحمهم ويغفر لهم. وأهمي كل موظفين الحكومة وكل من يعيش على أرض الوطن بهذا اليوم الكريم اللي نحضر فيه، نعبر كدولة كاملة عن محبتنا وتآزرنا واجتماعنا كلنا حول قيادة واحدة مثل ما قال الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره، البيت متوحد. هذا اليوم متوحد كلنا حول علمنا نرفعه قدام العالم كله، وإحنا بكل فخر نرفع هاي الألوان الجميلة الأربع ألوان ونرفعه في قلبنا بكل شرائح المجتمع، ترفع الأم اللي في بيتها والطالب في مدرسته، يرفع الطبيب، يرفع الإعلامي بإعلام الرائد، يرفع التاجر بإخلاصه في تجارته. أتمنى بإذن الله أن يجعل علمنا شامخ بإذن الله في كل المحافل مثل ما رفعوا شيوخنا في كل مكان في العالم، ويعطيكم العافية وإن شاء الله هي الصحة من رفع وتقدم إلى إزهار بإذن الله.
أشكرك على هذه المداخلة وعلى هذه الكلمات الجميلة جدا اللي تعبر حقيقة عن يعني الروح الإيجابية لدى الإماراتي، يعني روح العطاء، روح الصدق والوفاء والإخلاص لهذا الوطن، الإخلاص في العمل، الإخلاص في الإنجاز. كل الشكر لك. يعطيك العافية أخوي محمود، وأنت صراحة من اللي تساعدونا في الإعلام أن يرفع علمنا في كل مكان بالإعلام المخلص. واجبنا. كل الشكر والتقدير. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا متواصلين معاكم في استقبال مداخلاتكم حول يوم العلم. عندنا مداخلة ثانية، تفضل. ألو ألو، عبد الله معانا. ألو، السلام عليكم. يا هلا. أنا أخوي محمد. يا هلا يا هلا، شخبارك أخوي؟ طبعا مشكورين على هذا الإعلام على قولتهم اللي أنتوا ياسين توزعونه وتسوونه على الناس كلهم وتنشرونه، تفرضون على الناس أو مو بتفرضون، تروجون عن حب العلم وحب نشارك الناس بهذا. نعم. نشاركهم. نعم. بهذا المناسبة. عبد الله، شو يعني لك يوم العلم؟ شوف، يوم العلم أخوي محمود هو من المناسبات الوطنية الغالية على أي واحد من المواطنين أو مقيمين في هالبلاد، وهي من المناسبات اللي تعزز القيم وهوية الوطنية والتلاحم بين المواطنين وكل اللي موجودين على هالأرض الطيبة. طبعا نشكر شيوخنا كلهم، من رئيس الدولة إلى الحكام إلى نائب رئيس الدولة إلى جميع أعضاء الحكام في الدولة على من ساعدوا وساهموا، مثل ما قال الدكتورة عليا، رفعت العلم في جميع دول العالم، ونحن نتمنى على الجميع أو نترجى من الجميع أن يرفعون العلم ويحطونه وسامع صدورهم، لأن هاي الدولة يعني خدمتهم وسوت لهم وعطتهم أشياء، يعني الواحد يفتخر أن يكون يقول أنا مواطن إماراتي، مواطن إماراتي أو صحيح. أنا مقيم في هذه الدولة. صحيح. وطبعا نحن في الأخير نقول نحن فخورين بأن أبناء هالدولة والشعب الإماراتي الذي يجدد الولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي والقيادة الرشيدة. ونحن نتمنى من الكل أن يرفع العلم اليوم، لأن هذا الشيء مو بسيط، هذا علم دولة، دولة نحن نحبها واللي نحن نعتز ونفتخر نكون منها. جميل جدا، شكرا شكرا لك أخوي عبد الله. أنا طبعا المداخلة الجاية مداخلة عزيزة على قلبي من وكيل وزارة الصحة ومدير المنطقة الطبية في إمارة دبي. صح أخوي ناصر خليفة البدور؟ صح البوزيشن. أنا طال عمرك جندي الله في وزارة الصحة وفي هيئة الصحة وفي هيئة الصحة في أبوظبي والخدمات الصحية بالعسكرية، وأنا جندي لكل طال عمرك مثل لي ومثل أخواني ومثلكم ومثل كل وزير وكل موظف. إحنا جنودا للوطن. صحيح. وإحنا خدمة الوطن، ونحن تحت راية محمود هذا العلم. سعادة ناصر ماروة. ناصر البدور، أنا أبغي أتحدث الآن من موقع المسؤول، يا ترى كيف تنظرون إلى هذه المناسبة؟ ما الذي يعنيه لكم يوم العلم، وشو اللي تبغي تقوله بهذه المناسبة؟ والله يا محمود تعرف يعني أعتقد ما في كلمات توصف هذا اليوم. نحن يوم نقف في أي احتفال وخصوصا الاحتفالات العسكرية، لأن هذه يعني هذه تجسد صراحة معنى العلم، الجندي اللي رافع العلم، لأن لا يسقط العلم من يده حتى يلقى حتفه أو يرجع إلى بلده سالم. صحيح. من أرض المعركة. صحيح. هذا شو معناته؟ يفدي العلم. صحيح. محمود، نحن كيف تبغينا بعد نفدي العلم ما دام الجندي يفديه بروحه؟ فنحن نقول كلنا نفدي هذا العلم بروحنا إن شاء الله. العلم رمز تقشعر له الأبدان طال عمرك، أنت يوم تقف في أي حفل وأي احتفالات للدولة وتسمع السلام الوطني ويقف له كل الأولاد وكل المشايخ والشواب، شوف كيف يعني إذا اهتزت الأصوات، قمنا نردد نشيد العلم، ما كنا صراحة حافظينه كامل أول يوم صغار، الحين أكثر وأكثر وأكثر. وهذا تعرف شو أساسه؟ أساسه قيادتنا اللي علمونا هذا النشيد أن نردده في كل يوم في كل صباح. الله يوفقهم إن شاء الله، يوفق هذا الشعب. أمين. والعلم رمز عزة، راية يعني لا يعرف معناها إلا اللي يمكن حس فيها في معركة، ولا حس. والعسكري أكثر واحد يعيها، سامحوني يا أخواني، العسكري هو أكثر واحد يعني رفع العمل بالنسبة ليديه، تنقطع يد العسكري ويحاول ما يرمي هذا، وإحنا شفناه وشفنا إزاهم الله خير استشهدوا لرفع هذا العلم، علم الإمارات سواء في الإمارات أو خارج الإمارات. شو يعني هذا؟ يعني كلنا فداء لهذا العلم يا محمود.
جزاك الله خير يا محمود انك انت يعني بديت في حلقه جدا طيبه صراحه. انت يعني برنامجك رائع، ولكن اليوم عملت شيء يعني وقفت كل شيء عن الصحه وبديت في العلم، لان العلم هو اساس الصحه، هو اساس التعليم. ما دام مرفوع رايه العلم في سمى الامارات وسمى العالم عبر سفاراتنا وعبر مكاتب الدوليه طال عمرك، هذا يعني لنا ان نحن فخورين في كل مكان عالم الامارات الافريقيه طال عمرك، اليوم على بيوتنا وعلى مزارعنا. لكن في شيء لفت لي نظري طال عمرك، بعض الاخوه مطرشين لي من المستشفيات صوره للمرضى اليوم وعلى سريرهم رافعين العلم وحاطينه على الله. تخيل محمود يعني الله. المريض في المستشفى سواء ايضا ترى على فكره في هيئه الصحه عندكم موجودين هذين المرضى واللي شالين العلم ومزينين سريرهم، سواء بنت الرجل المريض او الرجل اللي جاي يزور بنته ولا ولده، حاط العلم على السرير في المستشفى في الغرفه. صحيح. تخيل يعني شو هذا يعني لك، على فراش المرض وهو يرفع العلم. الله يا علم، الله يعلم. جزاك الله خير سعادة. الله ويوفق رئيس الدولة، الله يحفظه إن شاء الله ويعطيه الصحة والبركة والعافية. آمين يا رب. وفي الشيخ محمد بن راشد اللي نبهنا أيضا وينبهنا دائما على مشغولياته الكبيرة في إدارة هذه الدولة، ينبهنا دائما العلم يا شباب، البلد يا شباب، والصحة يا شباب، والتعليم يا شباب، يعني يركز عليها ويذكرنا. المفروض نحن نتذكر ونعاونه في هذا الشيء. الله يوفق ويوفق الشيخ محمد بن زايد جزاه الله خير، اللي كل يوم الصبح يسعى في كل مكان في الدولة ويزور الميادين، الله يحفظهم إن شاء الله. آمين. يبارك فيهم ويبارك في هذا الشعب الطيب، وأيضا في المقيمين معانا. تخيل الحين أنا قدامي رايح بالربيع على فكرة على الطريق، بالسلام يا رب، وأشوف واحد من الجالية الأسيوية حاط العلم، اقول يعني شوف كيف يعني سبحان الله. لكن الواحد ما يقدر يعبر يا محمود. الله يوفقكم ان شاء الله، وشوف سناب شاتك انت بعد رافع العلم ما شاء الله. الله خير، طول عمرك يا سعادة ناصر. الله يحفظكم جميعا ويشفي كل مريض ان شاء الله. يا رب. شكرا لك على هذه المداخله الجميله والطيبه. العفو. سعادة ناصر خليفة البدور، مساعد وكيل وزارة الصحه ومدير المنطقه دبي الصحية. عموما مستمعينا، يعني الكلمات حقيقة واحد لما يوصف هذه المشاعر تقشعر لها الأبدان. أنا تبغي نأخذ فاصل ولا أخذ المداخلة؟ نأخذ المداخلة. طيب من معانا؟ نور، تفضل يا نور. ألو، يا هلا يا نور. أهلا بكم، شو حالكم؟ صبحكم الله بنوركم وبنور العلم، بنور الأطفال اللي متجهين اليوم. هذا يوم عزيز علينا طبعا، لان كل طفل هو يتفاجئ. يعني مثلا عيالي، ماما نحن بنروح المدرسه ونحن رايحين نشوف العلم مع تواضع الشيوخ اللي يحتفلون معانا في هذا اليوم العظيم، ان شيوخنا يعني يحببون زرع، يعني كثر ان كنا نبتة يوم تغرزها وانت تبي منها شيء، ونحن ما لنا حتى اذا نبغي منها شيء، لانها تعطي لنا النفس. ونحن مستانسين على هالمبادره اللي تقوم فيها يعني شيوخنا، ان الحب الطفل، وان يعني نشوف ونرفع العلم على بلادي وعلم بلاد الامارات في كل مكان، مش بس علمنا. نحن نحتفل في كل العلم، نحتفل في علم قطر والسعودية واليمن، في كل الدول. نحن كلنا أمة واحدة وأمة عربية، وعلمنا تظل مع كل دولة. شكرا لك يا نور على هذه المشاعر الجميلة. وأيضا حتى نحن عندنا احتفالاتنا في الاستوديو، يبين لنا الحلويات بهذه المناسبة. عموما اليوم أخلي يوم مفتوح، ما في صحة، اللي يبغي يأكل حلاوة يأكل، واللي يبغي يأكل شباب وخمير واللي مسوينا ياكل. اليوم احتفالنا بهذه المناسبة الغالية، من استكمل معاكم يعني هذه الحلقة وهذه الاحتفالية. اللي حاب يتواصل معانا على رقم 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. فاصل ومرجع لكم. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في هذه الحلقة المميزة والفريدة من نوعها حقيقة في هذه الاحتفالية بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا. حقيقة تعجز الكلمات عن وصف مدى الحب الذي بداخلنا لهذا الوطن.
فالوطن أغلى من الروح، حبه يأتي بعد حب الله ورسوله. يعني هذا هو المكان اللي نحن عشنا وترعرعنا ما بين أحضاننا وما بين أحضانه، هذا المكان اللي احتوانا، هذا المكان اللي يعني شفنا كل شيء جميل وحلو فيه. فتخيلوا يعني إذا ما كان هذا الوطن هو دولة الإمارات العربية المتحدة بهؤلاء الحكام، بهذه القيادة الجميلة الرشيدة، يعني اللهم لك الحمد، الله راضي علينا، يعني اللهم لك الحمد بهذه القيادة. يعني شو ممكن أقول في حق هذا الوطن العظيم؟ أيضا مداخلة سعادة ناصر بدور ذكرتني بشغلة وايد مهمة، يعني أن أنا حاب في البداية يعني أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، وأيضا أتوجه برسالة، رسالة ما أدري شو أوصفها، رسالة شكر، رسالة عرفان لهذا الجندي اللي موجود في الميدان، اللي قاعد يحارب على أساس يرفع علم الدولة عاليا. مثل ما قال سعد ناصر بدور، قال إن الجندي هو أكثر واحد فينا يحس بالعلم. يمكن نحن كلنا نحس بالعلم صحيح، لكن بأمانة عندما تفتي هذا العلم بروحك فأنت وصلت إلى أعلى مراتب حب الوطن. ناخذ الحين ما نتوجه إلى هيئة الصحة بدبي، موجود مراسلنا فيصل بن فارس. فيصل خبرني شو اللي عندك. صباح الخير محمود. اليوم حلقة استثنائية محمود. نعم، على قولتهم عيش بلادي عاش العلم يا محمود. اليوم في عندنا حاليا في استعدادات محمود لرفع العلم بعد قليل إن شاء الله، في أعداد كبيرة من الموظفين من الكادر الإداري والطبي والفني كلهم متجمعين، وأيضا هناك في فرق شعبية أيضا يعني تشارك في هذه الفعالية العزيزة على قلوبنا جميعا محمود. لا أستطيع أن أصف ما أرى حاليا، الوضع يعني في الوطنية، في الوطنية بشكل كبير. نعم. الكل هنا يشارك مثل ما قلت لك، من كادر طبي وكادر فني وإداري. شو الفعاليات اللي بتكون اليوم غير رفع العلم؟ محمود اليوم مسوين مثل بازار صغير أو عدة كونترات للبيع أو للأكل. في أيضا هني جايبين فرقة شعبية أيضا، في توزيع الإعلام على الحضور، في هناك الفنات اللي تضع على الصدور، يعني تقريبا من كل إدارات الهيئة محمود مشاركين بأفراد يعني مثل مندوبين عن جميع الإدارات وجميع المستشفيات محمود. أيضا الفعاليات مو مقتصرة مقتصرة فقط على المبنى الرئيسي بهيئة الصحة بدبي، ولكن أيضا في المستشفيات والمراكز الطبية أيضا مشاركة لهذا اليوم. محمود أنا معايا الدكتور أحمد بن شلبان المدير التنفيذي لقطاع المستشفيات، إذا بتسمح لي دقيقة بعد ذلك محمود. طيب أنا بأخذ هذه المداخلة من الدكتور أحمد بن شلبان، وبعدها بأخذ مداخلة عندي في الاستوديو. تفضل يا فيصل. أوكي. دكتور صباح الخير. صباح النور يا مرحبا دكتور. ماذا يعني لك هذا اليوم، يوم العلم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هالفرصة السعيدة. نحن في هيئة الصحة محتفلين بيوم العلم، علم الإمارات العربية المتحدة، وكلنا نحن فخر واعتزاز بهذا العلم اللي وحد الإمارات على مدى أكثر من 45 سنة، وإن شاء الله أمل لدولتنا التقدم والرقي والسعادة والانطلاق إن شاء الله للمستقبل، المستقبل السعيد إن شاء الله. شكرا دكتور، هذه مداخلة سريعة كانت من الدكتور فيصل. خلك معايا أنا برجع لك، بس خلنا ناخذ هذه المداخلة. من معانا عفوا؟ المعالية. ألو أحمد. تفضل يا أحمد. كيف حالك أخوي؟ يا هلا، تفضل يا سيدي. حياك الله وحيا شعب الإمارات كله.
ويجعل إن شاء الله دائم عالم الإمارات مرفوع دائم إن شاء الله. آمين يا رب. أحمد أنت من وين؟ أنا من مصر، من صعيد مصر. ما شاء الله، وعايش في الإمارات؟ عايش بالإمارات، مقيم بالإمارات تقريبا حوالي سنتين، عامين في الإمارات. طيب أحمد، يعني اليوم نحن نحتفل بيوم العلم في دولة الإمارات، أنت كمقيم شو هو شعورك وأنت يعني تعيش معانا هذه الأجواء؟ والله أنا اليوم سعيد جدا، وشعور يعني ما يتوصف والله. وأود كمان من شعب الإمارات وحكام الإمارات الله يدوم عليهم الأمن والأمان والعافية والستر إن شاء الله. طيب أحمد خبرني أنت، يعني أنا بتكلم معاك على أساس أنك من مصر، لكن نحن نحتفل بعلم الإمارات، أنت نعم. وين نشوف علاقتك بهذا العلم بهذه المناسبة؟ علاقتي بهذا المناسبة يعني كبلدي، يعني سبحان الله، يعني أنا كعلم مصر وعلم الإمارات أنا أشوفه دائما شامخ يا الله. إن شاء الله يا رب، والله يحفظ كل بلدان العربية والإسلامية. شاكرين لك. كل عام والإمارات بخير، نتمنى لبلدنا هذا الازدهار والتقدم في كل مجال. أخوكم بدر الدين شيخ سعد من أصل دولة جزر القمر. فيصل وعايشة معانا، ناخذ فيصل ولا عايشة؟ قل لي فيصل. فيصل محمود بسرعة. تفضل تفضل فيصل. وصل معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لهيئة الصحة بدبي، والآن هو يتقدم مع لفيف من الموظفين، كبار الموظفين والأطباء في هيئة الصحة بدبي. ما أدري إذا الصوت واضح محمود. واضح الصوت، تفضل يا سيدي. يعني حاليا ستتم مراسم رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، هذا العلم العزيز على قلوبنا جميعا. خلال دقائق إن شاء الله سوف تتم عملية العلم. أنا الآن يعني شوي بعيد عن الحشد من كثر ما الناس ما شاء الله، يعني ما قدرت أخذني مكان أقرب. فيصل خلنا ناخذ عايشة، عيل خلك ويانا على الخط، خلنا ناخذ عايشة. تفضل محمود. تفضل يا عايشة. مرحبا. مرحبا يا اخويا، سامحين عادة تأخرنا عليك. عليك وياك عايشة برقاد الفلاسي من مستشفى راشد. مرحبا يا عايشة. اهلا مرحبا. اول كلمة نقولها ما في افضل مقول الله سبحانه وتعالى، رب اجعل هذا البلد امنا، اللهم ادم على دولة الامارات الامن والامان يا رب. امين يا رب. من قلب مستشفى، من قلب فرح مسروح الاتحاد، ومن ساحة مستشفى راشد المتربع فخرا تحت مظلة هيئة الصحة الموقرة، تتجه الابصار وتتسابق الايدي لرفع العلم ليبقى شامخا، كما وجهنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولبى جميع النداء في كل مكان لنرفع هذا العلم ليبقى شامخا كشموخ قادتنا. هذا النداء اللي لازم نحن نترجمه في تضحية وفداء وسلوك، ونجدد الولاء للقيادة والانتماء لتراب هذا الوطن، ونجسد مثل ونموذج إماراتي مشرق يحتذى به في كل مكان. الجميع هنا متواجد الآن تأكيد للحب والولاء دائما وأبدا لدولة الإمارات والقادتها. شكرا لك يا عائشة. راشد الكل حاليا الميدان، الكل متواجد، الأعضاء الهيئة جاهزين حق رفع العلم إن شاء الله. الحمد لله الكل جاهز والكل مستعد، والله يديم علينا الأمن والأمان يا رب. آمين آمين. جزاك الله خير يا عائشة، سامحيني أنا بس لأن الوقت قاعد يداهمني. فيصل برجع لك على السريع وفي أقل من دقيقة، خبرني كلمة أخيرة تقول. أنا أعتقد أن أكثر عن 1000 شخص متواجد حاليا ما شاء الله في الساحة الأمامية للمبنى الرئيسي لهيئة الصحة دبي، في ساحة العلم، من مواطنين رجال ونساء، وأيضا من وافدين إخواننا من الدول العربية وأيضا من دول أجنبية أخرى. والله إذا قدرت تسحب حد من إخواننا العرب أو الأجانب خلنا أخذ معاهم بس تي دردشة سريعة. والله أنا يعني أنا الحين بعيد، ها تكرين علي ما أقدر أتحرك من مكاني خلاص. يلا زين، ما مطول عليك يا فيصل. أنا فيه عموما ما مطول عليك يا فيصل، جزاك الله خير على هذه التغطيه. شكرا وكل عام. عاش العلم يا محمود. عاش العلم. عاش العلم عاليا خفاقا، يعني حب الوطن مستمعينا ما يحتاج لا شعارات رنانه ولا يحتاج الاف الكلمات اللي ممكن نوصف فيه حبنا لهذا الوطن، ولكن مثل ما كانت معظم المداخلات تشير الى ان افعالنا هي التي يجب أن تشير إلى حبنا لهذا الوطن.
مو بس بالكلمات، أصواتنا صح نقول نحن نحب الوطن، ولكن يجب أن تترجم هذه الأصوات إلى أفعال. طموحاتنا ترتبط برفعة هذا الوطن، لأجل أرض هذا الوطن نفدي أرواحنا لهذا العلم. يعني إذا 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 توقف حب الوطن عند شخص، أعتقد هذا الإنسان لا يستحق سوى الإعدام، لأن حب الوطن لا نساوم عليه أبدا، ما في مساومة على حب الوطن. العلم يجب أن يفدى بالروح، يفدى بكل ما نملك. فبهذه المناسبة مستمعينا نقولكم كل عام وانتم بخير، وعاش العلم، عاش العلم، عاشت دولة الإمارات. واليوم نبغيكم أثناء رفع العلم نبغي نسمع النشيد الوطني يهز الأرض، يهز الأرض، نبغي أصواتكم عالية. عيشي بلادي، عاش اتحاد إماراتنا. عموما أنا بختم اليوم على الوقت لأن أبغي ألحق على رفع العلم، فسامحونا. عادة كل عام وانتم بخير، وعاش دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاش حكامها، وعاش شعبها، وعاش كل من يقيم على هذه الأرض الطيبة. وحتى نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وكان معنا في التنسيق نور نزال وشيمة تناك، وأيضا في الإخراج المبدع دائما عيسى سبيل. حتى نلقاكم اليوم نقولكم، ما منقولكم دمتم بالصحة وسعادة بس، لا، منقول عاش العلم. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.